لا انا منتسب حشد وزاره الدفاع 8 سنوات بلا راتب. وتالي شنو اقول لك، انا منتسب حشد وزاره الدفاع 8 سنوات بلا راتب. بلا راتب؟ اي والله. شو تسوي؟ بطلت انت وحدك؟ لا ما بطل، بعدنا داوم بعد هاللحظه؟ اي والله. بدون راتب؟ اي والله. زين ليش؟ مو انا قديم ونقول بلكه الله باكر عقبه يصرفونا رواتبنا. صار لك 8 سنين انت بدون راتب، شو اسوي لعشان؟ شنو باكر عقبه؟ شو تسوي بعد؟ يوم حكومه ذبنا على حكومه من العبادي ويا جاي. هسه خير شيء هسه هاي الحكومه بلكت الله وبعد كل شيء ماكو. زين انتم ما رحتوا الامر مالتكم؟ راح راح وراجع، وكل مره يعطونا كتب وعودات وكله كذب كذب. شو يقولوا له؟ يقولون بعد على الماليه، رحنا الماليه يقولون مو يمنا الشغله. يعني مو هسه، يعني حتى السيد وزير الداخليه عبد الامير الشمري من كان قائد قوات البريه يمكن يعرفوا بموضوعنا. هسه صار وزير الداخليه يعني من زمان، احنا مو هسه. والله رئيس الوزراء وزير العفو وزير الداخليه رجال طيب. والله طيب. ومحمد الشاع السوداني بعد اطيب. اي والله صح. يعني وقفتهم بس ايش عجب ليش؟ ما اعرف شنو السالفه. هسه ما قالوا يم وزير الدفاع. شو اسمه هذا ثابت العباسي. وزير الدفاع كل شيء ما جاي يسوي لنا. وظالين بلا راتب. شو نسوي هسه؟ انتم بنحانهم انا، وليش مكتوب على الثاني؟ نقول خاف نبطل وباكر عقبه ذولي جماعتنا يصرفون رواتبهم. وظالين احنا بالجرف ونداوم منشورين على فوش طوارئ بابل، يعني حتى سامينا موجوده هناك. شو تسوي؟ نجي نشتغل هنا ولما نكمل من هنا تجي وجبتي اصعد. وتصرفها كراوي وتراتب مالك. اي والله كراوي واكل وشرب. لا شو نسوي؟ هاي الحمد لله. يقول لك انا 8 سنين بدون راتب. شو تسوي؟ الحمد لله. ويقول لك اخاف ابطل. شو اسوي؟ ويشدوا لنا راتب. هاك كل. تسلم لي. لا ما يصير، ما ترجع ما ترجع. الله يبارك فيك. الله يخليك. شكرا لك. خليني اقشر لكم مانجا. تسلم لي. والله العظيم. هاي الحمد لله الشكر. الحمد لله الشكر. الف الحمد لله. ما دام عايشين والله ساتر علينا وعلى جهاننا. هاي الحمد لله الشكر. هاي تسوى عندي ملك الدنيا والله العظيم. الحمد لله والشكر. رحم الله يديك اخوي. الله يرزقك يا رب. انا شرفت بكم وبقناتكم الموقره الجميله. اشكرك حبيبي اشكرك. اهلا وسهلا. هلا حبيبي اهلا وسهلا.